ترى آية عجيبة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا. يقسم المجرمون يقول والله ما لبثنا إلا ساعة في الدنيا كذلك كانوا يؤفكون. الله عز وجل يقول لهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أخوان في آية في سورة الأنعام والله أتمنى الجميع يحفظها ويكررها بين وبين نفسه حتى لا تغر هذه الدنيا كما غرت الكثير. اسمع وتمعن. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون.